هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا بأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وده لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير. كمان تابع موقف تنفيذ مشروعات قطاع الصحة والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. أيضا امبارح الحكومة نفت صحة الإعلانات المتداولة بخصوص طرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات اللي بيتم العمل عليها حالياً، وده في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وقال إنه في هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق من أجل أن تكون مصر مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالقطاع الطبي بهدف النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتحديث اللوائح المنظمة للعمل في جميع قطاعات وزارة الصحة والجهات التابعة لها. وأكد مدبولي أهمية الدور الحيوي لوزارة الصحة في تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى غير القادرين من خلال خدمات العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجاني وإنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات قطاع الكهرباء، وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء حرص الدولة على الاستمرار في جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وده بنظر لما تمتلك الدولة من مقومات وإمكانات في هذا المجال. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين لمحدودي الدخل خلال الفترة الحالية، وإن الإعلانات المتداولة مزيفة. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم طرح أي إعلانات جديدة لوحدات سكنية للمواطنين ضمن البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين لمحدودي الدخل منذ طرح الإعلان في 4 أبريل 2023. وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لم يتم طرح أي إعلانات جديدة لوحدات سكنية للمواطنين ضمن البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين لمحدودي الدخل منذ طرح الإعلان الرابع في 4 أبريل 2023. وبالنسبة لأخبار المحافظات، ففي أسوان بيتم دراسة إنشاء مجمع لتصنيع التمور بقرية بمبان بتكلفة 10 مليون جنيه، أما في قنا فتم البدء في إنزال 1 مليون ذريعة سمك بنهر النيل لتنمية الثروة السمكية. كمان في الوادي الجديد تم الإعلان عن تمويل 36 مشروع بقيمة 4,700,000 جنيه من خلال مبادرة مشروعك. في كفر الشيخ تم تنظيم معرض لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية مجاناً في 12 قرية. تفاصيل وأخبار من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في أسوان أعلنت المحافظة أنه بيتم دراسة تأسيس مجمع لتصنيع التمور بقرية بمبان بتكلفة استثمارية بتصل ل 10 مليون جنيه على مساحة 21 ألف متر مربع. المجمع بيستهدف إنتاج ما يعادل من 5 ل 7000 طن تمور في المرحلة الأولى، وبيساهم في توفير 200 فرصة عمل لأبناء منطقة بمبان بصفة خاصة، كما يساهم في خدمة منتجي التمور على مستوى المحافظة. في قنا شهدت المحافظة بدء إنزال 1 مليون ذريعة سمكية بنهر النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة قنا، وده في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك. وتم إنزال 250 ألف ذريعة من إجمالي 1 مليون ذريعة سمكية من نوع مبروك الحشائش مقرر إنزالها على مدار هذا الأسبوع. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة إن إجمالي عدد المشروعات اللي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية مشروعك خلال شهر يوليو 2023 بلغ 36 مشروع مختلف النشاط
بتكلفة 407 مليون جنيه. المشروعات دي وفرت 74 فرصة عمل لأبناء المحافظة. في جامعة أسيوط تم الإعلان عن نجاح فريق طبي بقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب في إدخال تقنية حديثة لأول مرة لحقن أورام الكبد بالمواد الكيميائية بمدخل عن طريق شرايين الزرع، وهو ما يأتي استكمالاً للنجاحات الطبية والعلاجية اللي بيحققها القطاع الطبي بالجامعة، بما يؤكد تميزها ويعكس إمكاناتها وقدرتها ومهارات أطبائها وكوادرها التمريضية. في الفيوم أعلن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات في محافظة الفيوم منذ عام 2014 وحتى يونيو 2023 بقيمة بلغت 2.3 مليار جنيه. استهدفت حوالي 121 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، ووفرت هذه المشروعات حوالي 160 ألف فرصة عمل. في سوهاج انتهت مديرية الصحة بالمحافظة من فرش وتجهيز مركز طب الأسرة بقرية بني حميل، ده في إطار استعدادات المحافظة لإعلان قرية بني حميل بمركز البلينة ثاني قرية نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. المركز بيتضمن عيادات طب الأسرة والأسنان ومتابعة الحمل والتطعيمات وغرفة الأشعة وغرفة التحكم وغرفة التعقيم وصيدلية. في كفر الشيخ تم تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالمجان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي لدعم 240 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بـ 12 قرية. في جنوب سيناء أعلنت مدينة سانت كاترين أنه جرى الانتهاء من أعمال تصريف مياه السيول، وأصبحت المياه تسير في مجراها الطبيعي وجرى تجميعها في البحيرات الصناعية، كما تم رفع المخلفات اللي تكونت على بعض الطرق جراء السيول، وحالياً بتعمل كافة الطرق المؤدية للمدينة بشكل طبيعي. في البحر الأحمر نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات الأسبوع الثاني من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة بمدينة راس غارب، واللي استهدفت 1903 من السيدات والرجال والأطفال بعدد 425 زيارة، وده بمشاركة الرائدات والمتطوعات بفرع المجلس بمدينة راس غارب.